السلام عليكم. باستخدام تلك الخدعة البسيطة ستكتشف إذا كنت جميلا أم لا. هل تعتقد أنك جميلا؟ واحدة من الأسئلة الشائعة التي تتساءلها الأشخاص، هل هم فعلا وسيمين وجذابين أم لا؟ وهذا يعتبر أمرا طبيعيا أن تفكر دائما في ذلك الأمر، لأننا نحب أن يرانا الجميع في أحسن صورة. وهناك دراسة عبارة عن طريقة سهلة للغاية يمكنك من خلالها معرفة إذا كنت أكثر جاذبية أم عاديا، تعرف باسم طريقة تحديد الجمال أو القبح. كل ما عليك فعله هو وضع إصبع السبابة مع ملامسة الذقن والأنف في نفس الوقت. إذا تلامس إصبعك مع شفتيك فهذا يعني أنك جذابا وجميلا، وإذا لم يلامسها فركز معنا للتعرف على شخصيتك. وفي الحقيقة أن تلك النظرية فقط تقيس نسبة التناسق في جسمك، وهذا يعني أنه إذا قمت برسم خط في منتصف وجهك يجب أن يكون كلا الجانبين متطابقين تماما، والأكثر تناسقا هم الأشخاص الأكثر جاذبية. كما تعلم نحن لسنا متماثلين تماما، ليس لدينا عينا واحدة مثل الأخرى، وعلى الرغم من وجود بعض الأشخاص التي قامت بعمل عدة اختبارات على وجوه المشاهير، إلا أن الأمر المفاجئ عند تطابق كلا الجانبين بعضهم لم يكن جيدا على الإطلاق. وهذا يعني أن التناسق المثالي أمرا نادرا جدا، فلا داعي للقلق، فيمكنك البحث عن تطابق العين أو الابتسامة أو حتى شخصيتك بالطبع مهمة جدا. الآن شارك في التعليقات، هل لامست شفتيك أم لا؟ إذا أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر لايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد. إلى اللقاء.